يعني ايه الافكار يا كابتن مجدي ان انت هتحضر؟ اقول لك بتقول لي ان انا اخدت تقلدت منصب ان انا عضو في لجنه شؤون اللاعبين وابتديت تطلع بافكار، هل لقيت الناس بتحاربك؟ الناس عايزه تعطلك بقى لا ما تقولش ليه؟ ليه؟ عشان هم قدام وعايزين يقعدوا في مناصبهم. اللي هو ايه بقى؟ يعني مثلا على سبيل المثال المفروض الدوري الممتاز ما يلعبش فيه غير محترفين بس. اذا قررت ايامها يعني لا ده كان محترفين على هواه، على اللي ماضي استماره، على اللي ماضي عقد، على كل حاجه. طيب العقود مثلا انت ماضي 3 سنين ده لحد النهارده، يعني شوف احنا بنتكلم بكلمك من 2005 من 2005 2005 ولا التسعينات؟ 2005 لا وانا عضو مجلس اداره، لا عضو مجلس اداره 2005 وانا في التسعينات عضو لجنه شؤون اللاعبين. بكلمك بقى في التسعينات اللعيبه، يعني المفروض الوضع الطبيعي انك لو ماضي 3 سنين والنادي عايز يسيبك يديك الثلاث سنين. لا ده انت بقى بتدور لها على حاجه واللي قاعدين معاك هم اللي بيدوروا. ليه؟ عشان مصالح شخصيه، مش مصالح شخصيه، عشان الانديه، عشان الانديه، عشان الانديه ترضى عنهم. كل نادي كبير بيتحكم بسبعة ثمانية انديه صغيره عشان الانتخابات. بالظبط كده، كل واحد قاعد على الكرسي بيفكر في الانتخابات. طب يا كابتن انتوا لما جيتوا دلوقتي في 2005 وانا فاكر ان انتوا كنتوا مجلس اداره محترم جدا، كابتن سمير زاهر الله يرحمه وكابتن شوبير كان نائب صح؟ مظبوط. وحضرتك عضو مجلس اداره واسماء كابتن محمود بكر وكابتن محمود بكر، يعني الناس كلها يعني اسامي عظيمه جدا. انت كنت بتحارب ان انت تغير الكلام ده، ولا انت لما دخلت في الدايره ودخلت في النظام قلت برضو انا هحارب لوحدي واطلع انا اللي خسران وفي الاخر كل الناس تكسب الانديه وانا اللي اخسر؟ برافو عليك. صح، برافو عليك، مشيت في السكه دي. عليك. طيب ليه؟ ما هو غصب عني التيار شديد، ما هو العاصفه شديده. انت النهارده لما تبقى قاعد على الترابيزه بتتكلم لوحدك والباقي كله مش فاهم انت بتقول ايه، يعني وبعدين انت لو في تصويت هتخسر بجداره. يعني النهارده لما تيجي بقى نيجي في الاخر بقى نحتكم للديمقراطيه. انا يا جماعه بقول يا جماعه ان الوضع الطبيعي ده، انا رجعت اللائحه. احنا اصلا ما كانش في لائحه في اتحاد الكوره. احنا بدا الاتحاد الدولي في 2006 يقول انا هوحد اللوائح على مستوى العالم عشان كله يبقى ماشي مع لوائح الاتحاد الدولي. احنا انا واحمد شاكر رحنا يجي الله يرحمه يعني رحنا يجي 4 مرات جنيف عشان نفهم اللوائح، نبتدي نعرف هم عايزين ايه وناخد وندي وبتاع. رجعت اللائحه مرتين عشان هم رجعوا لنا اللائحه مرتين عشان ما فيهاش الروابط. وانا ساعتها كانت جمعيه اللاعبين المحترفين موجوده، فكان لابد انها تمثل. كان ساعتها كابتن جلال محمود الله يرحمه كان رئيس لا كانت توفى كانت توفى. مين مسكها بقى؟ انا من ساعتها كنت انا كنت انا رئيسها. المفروض الوضع الطبيعي ان احنا نخش نمثل جوه، اذا كان هيتعمل مجلس فلابد ان اللعيبه تبقى ممثله في هذا المجلس. ده تبقى لوائح الاتحاد الدولي. خناقه رجعتها مرتين، وبعد المرتين انا موجود بالانتخاب. يعني انا موجود بانتخاب الانديه ليا، مش موجود بصفتي ممثل عضو ممثل للاعبين، لكن كنت بشتغل الموضوع من الباطن. انت واخد بالك؟ لما جينا نتكلم عشان الكلام ده يتنفذ على ارض الواقع، خد بالك اللائحه دي موجوده، ما زالت موجوده عند الاتحاد الدولي، وفي لائحه تانية موجوده بالانجلش عند الاتحاد الدولي مطابقه تماما للوائح الاتحاد الدولي. الاتحاد المصري قصدك؟ موجوده عند الاتحاد المصري؟ لا موجوده عند الاتحاد المصري مطابقه للوائح الاتحاد الدولي. افهم، لا اللي انا بقوله يلخبط. في لائحه بعتها الاتحاد المصري للاتحاد الدولي مطابقه للوائح الاتحاد الدولي، بس ما تنفذش، مش موجوده هنا. اللائحه المصريه اللي هنا معموله بشكل تاني خالص. طب انت كابتن طول عمرك ما بتسكتش؟ ما انا طب هتكلم اقول ايه؟ رحت للاتحاد الدولي قلت لهم يا جماعه لا ما ينفعش بقى اروح للاتحاد الدولي. انا مره بعت للاتحاد الدولي لقيت الدنيا كلها زعلانه مني وطلعوني خاين ان انا بكلم الاتحاد الدولي. ما الاتحاد الدولي بعت، انا بعت للاتحاد الدولي قلت لهم يا جماعه الناس دي ما بتطبقش اللوائح، اللائحه اللي هي بعتنها لكم ما بتطبقش لوائح الاحتراف اصلا. لوائح الاتحاد. سنه كام ده؟ سنه 2006 كنت عضو اتحاد كوره. ما انا مش عارف اغير. فالمهم
2016 يمكن 2017 ألف قبل يعني بعد ما نجحنا 2017 تقريبا يعني. فالاتحاد الدولي بعت يقول لهم يا جماعه شوفوا رابطه اللاعبين المحترفين دي عايزه ايه. فالدنيا اتقلبت سياسيا ولا الاثنين الاثنين اتقلبت في الاثنين. انت فاهم اللي انا بقوله يعني. فبصيت لقيت زعلانين هنا ودول ما هيجين الدنيا عليا زي ما هيجوا الدنيا عليا في موضوع اللبس. طلعوني جايب عربيه نقل حطيتها وخدت فيها شحن لبس وبتاعنا كل القصه رايحه اخد شنطه عشان رئيس البعثه. شالوني من رئيس البعثه لمجرد ان انا رحت اخد الشنطه بتاعتي اللي انا ما ينفعش ابقى قاعد مع فريق كره القدم من غير ما ابقى لابس. بس الموقف ده غريب قوي يا خد يعني جدا. انت يعني انت النهارده راجل الطبيعي حتى انت ما تروحش طبيعي. لا لا ما حدش جاب الطبيعي الاداريين. ايه بقى اللي حصل؟ هل كان عندك مشاكل ساعتها؟ بدات المشاكل مع المهندس هاني ابو ريده؟ لا هو المهندس هاني ابو ريده ممكن يكون بدا المشاكل من غير ما يقول لك، او هو قرا فتحتك من غير ما يقول لك. هل كان في حد بيوقع ما بينكم ما بينك وما بينه؟ لا انا 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 شخصيا كنت بتعامل معاه انا ما بتعاملش انا مع لغه المؤامرات ما عنديش. انا اللي في قلبك على لساني اللي في قلبي على لساني وبقوله ما عنديش اصلا. مش طبيعي ان انت ما يعني حتى لو ده الموقف ده حصل وانت اتخانقت او شتمت او ايا كان او انت كنت متضايق، الطبيعي ان الموضوع يتلم. انا اتفاجئت وقتها. لا طلعوا لي الجرايد كلها وسربوا لي الجرايد وشالوني من رئاسه البعثه انا رئيس البعثه بقرار مجلس اداره. شالوني بقرار فردي من غير ولا مجلس اداره ولا عملنا مجلس اداره ولا حاجه خالص. يعني حتى شيلي من البعثه جيب فتوانة وجيب العافيه. انت واخد بالك؟ مش حاجه قانونيه يعني. مفيش حاجه قانونيه حصلت لان قبلها كنا قاعدين مع سياده الرئيس وانا قاعد بتكلم بصفتي رئيس بعثه. انت واخد بالك؟ مصممين ان انا اروح اجيب الشنطه بتاعت اللبس دلوقتي يعني. هم في رمضان هم قالوا لك روح اجيب الشنطه. قالوا روح هات الشنطه. ليه؟ سلم. قول لهم انا اروح اجيب الشنطه ليه؟ انا الباشمهندس هاني امر بكده يعني. كان بيصدر لك مشكله. كان بيصدر مشكله. ومفيش حد قادر يتكلم. انت واخد بالك؟ واحمد مجاهد بلغ الجرايد كلها عشان يضرب.